مشاهدينا اهلا بكم حلقه جديده من اذاعه الهواء الاشاره. من خلال برنامج شباب على الهواء بقدم التحيه لكل الشباب. برنامجنا دايما من الشباب وللشباب. النهارده الاربعاء 12 اكتوبر 2022 ان شاء الله حلقتنا تحوز في اعجاب حضراتكم في كل مكان. الحقيقه دايما في برنامجنا بنلقي الضوء على الفنانين دايما او اللي عندهم مواهب من شبابنا الاعزاء، ويمكن نورونا اكتر من مره في الاستوديو هنا. الحقيقه فنانين كتيره جدا ليه عندهم مواهب في الرسم، عندهم مواهب في الشعر، عندهم كمان مواهب في الغناء. عشان كده احنا دايما بنحب برنامج من خلال برنامج شباب على الهواء نقدم كل المواهب اللي حابه ان هي تقدم لنا موهبتها في شباب على الهواء. وده طبعا لو اتكلمنا عليها نلاقي ان في شباب كتيره جدا جم بالحقيقه واكتشفناهم في موهبه العزف كمان على الجيتار والبيانو والغناء والشعر. عشان كده دايما بقول لحضراتكم على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك وهي شباب على الهواء مكتوبه على بالعربي، دايما اكتبوا لنا المواهب اللي انتم عايزين دايما تلقوا الضوء عليها. لو حتى عنده اي موهبه الحقيقه، او حتى بيكتب قصه او بيكتب شعر او حاجات جميله اللي بتخص الشباب، يا ريت ينضم الينا على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك علشان نقدر فعلا نكتشف معاه موهبته ويقدر نستضيفه كمان في برنامج شباب على الهواء. النهارده بخصوص موضوع الحقيقه معانا تقرير جميل جدا وهو بعنوان ابداعات شبابيه، هنطلع حالا عشان نشوفه وبعدين نرجع مع بعض عشان نبدا حلقتنا النهارده في شباب على الهواء. نمم كذا طريقه، في مثلا طريقه ممكن احنا نتدرب على الموهبه ونطورها، في مثلا الكورسات تعلمك حاجات جديده، في مثلا اللي انت تشوف مثلا ايه اللي ناقصك في الحكايه دي وتحاول على قد ما قدرت تتطور فيها. اشتغل عليها كويس جدا، ابحث ازاي اطورها، هلاقي معيقات كتير ما اقفش قدامها، زي ما انا راسم هدف قدامي امشي عليه. مدرسه برضو بتاعتنا في المدرسه المفروض ان هي بتاخد بالها من دوت، او الطفل بيقول للمدرسه اللي بيحبها انا بحب كذا بحب اعمل كذا، فهي تبدا توجهه والمدرسه بيبقى لها دور اساسي في ده. ان الواحد يشتغل على نفسه، يجتهد فيها، يصبر، يبحث، يدرس، ما ييأسش يعني. مشاهدينا جانا حاكم على الهواء مباشرة، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص كل الشباب. بنتكلم عن القدوة في حياة الشباب ازاي بتبقى مهمة جدا. الحقيقة بمناسبة اننا طبعا في شهر ربيع الاول بنفتكر دايما المولد النبوي الشريف، عشان كده النهاردة هنتكلم عن القدوة للشباب. ولو اتكلمنا عن القدوة طبعا مش هنلاقي احسن من سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ان الشباب ياخدوه القدوة، ونرجع مرة تانية نستعيد القدوة الحسنة، ويرجع مرة تانية الحقيقة يكون عندنا مثل أعلى نحتذي به، لأنه زي ما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنه وقالت إن هو كان قرآن بيمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. هنتعرف النهاردة عن أهمية القدوة عند الإنسان بصفة عامة، وإزاي الأب والأم ممكن يكونوا قدوة بالفعل حسنة لأولادهم، والمقصود أصلا بكلمة القدوة الحسنة. وللأسف الشديد السوشيال ميديا بتلعب دور يمكن أكتر سلبيا من انه يكون اكتر ايجابيا في حكايه القدوه. عشان كده النهارده في ضيوفنا الاعزاء اللي هيصدمونا في الاستوديو هنتعرف عليهم اكتر ونشوف ازاي نقدر نقاوم السوشيال ميديا في ان هي ممكن تلعب للاسف في بعض الاحيان دور القدوه ودور المثل الاعلى للشباب. هنتكلم كمان النهارده مع كل ضيوفنا الاعزاء عن تربيه ابنائنا وازاي نكون قدوه ليهم حسنه. هينورنا في الاستوديو مجموعه من الشباب وهو استاذ ابراهيم رسلان وهو مدرس بالاوقاف، هو كمان هينورنا استاذ احمد عبد الرحيم وهو موهبه في فن الانشاد، ومحمد مصطفى وهو موهبه في فن الانشاد. تعالوا سريعا نطلع لتقرير وبعدين نرجع مع بعض عشان نكمل كلامنا في برنامج شباب على الهواء. مشاهدينا جانا حضراتكم على الهواء مباشره، ونورنا في استوديو مجموعه من شبابنا الاعزاء. استاذ ابراهيم رسلان اهلا بحضرتك مدرس بالاوقاف، وكمان نورنا استاذ احمد عبد الرحيم وهو موهبه في فن الانشاد وابتهالات الدينيه، اهلا بحضرتك. ونورنا كمان الاستاذ محمد مصطفى وهو موهبه في الانشاد الديني، اهلا بيك. صباح النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو القدوه عند الشباب. طبعا لو اتكلمنا عن الموضوع ده مش هلاقي احسن من سيدنا رسول الله ان احنا ناخده قدوه طبعا لشبابنا الاعزاء. مبدئيا كده عايزه اعرف من حضرتك معنى الحقيقي للقدوه واهميتها عند الشباب. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين وبعد.
أولا القدوة من الأشياء المهمة في حياة الإنسان بوجه خاص، الأطفال، الشباب، النشء الصغير، الكبار أحيانا. القدوة تعني مدى تأثر الإنسان بشخصية معينة ومتابعتها واتباعها في كل خطوات حياتها والتأثر بها في كل ميادين الحياة. فالإنسان الذي يحتاج دائما إلى شخصية ناجحة وبارزة ومتميزة لأن يقتدي بها في حياته للاستفادة من تجارب هذه الشخصية في الحياة، لأن كما قلت هي شخصية ناجحة وبارزة، فكل إنسان دائما يتطلع، الإنسان الطموح دائما يتطلع إلى النجاح وإلى أن يصل إلى أعلى درجات ومعدلات النجاح في المجتمع. فبالتالي ينظر دائما إلى أفضل شخصية بالقرب منه، شخصية ناجحة بارزة، لكي يستفيد من تجاربها من الحياة أو في الحياة كلها، لتحديد قدراته وتنمية نفسه وذاته في كل مجالات الحياة وميادين الحياة منذ الصغر إلى أن يكبر. هذا معنى القدوة. أكيد. إزاي كل أب وكل أم المفروض يكونوا قدوة لأولادهم؟ خصوصاً الحقيقة أن ساعات بنشوف يعني حاجة يمكن كل أب وكل أم يعني بيتبعوها في بعض الأحيان، أنا كنت أشطر حد في المدرسة، أنا كنت أحسن حد في المجال الفلاني. ساعات الابن أو الابنة ما بتبقاش يعني يبقى فيه مصداقية شوية، فإزاي أقدر أقول لابني أو بنتي أو أكون قدوة ليهم بدون تزييف، يعني أكون قايلة الحقيقة فعلا، مش عيب أبدا إن احنا نغلط، أو مش عيب أبدا إن احنا يعني ما نكونش الأوائل في المدرسة زي ما دايما بيقولوا أو بيطلقوا، بس العيب إن احنا نستمر في هذا الخطأ أو نفضل مستمرين في طريق غير سليم. عايز أعرف إزاي نكون قدوة وفعلا قدوة حسنة لأبنائنا بدون تزييف. طبعا ده طبعا يعني سؤال وامر مهم جدا. ينبغي لنا ان نذكر كل المشاهدين ان القدوه تنبني على عاملين مهمين. العامل الاول النظره التحليليه المحايده في اختيار القدوه واعمال العقل، لان كثير من الناس بتلغي العقل تماما في اختيار القدوه، وده اسمه التقليد الاعمى. وربنا سبحانه وتعالى يعني عاتب المشركين حينما قلدوا هذا التقليد الأعمى، حينما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هم اتبعوا آباءهم رغم أنهم كانوا على الضلال والشرك لمجرد أن هم آباءهم، فده التقليد الأعمى. فلازم يكون هناك نظرة تحليلية محايدة في اختيار الشخصية القدوة. الأمر الثاني والمهم حسن اختيار من نحب، لأن المحبة هي التي توقعنا في الشخصية التي نقتدي بها. كل إنسان لما بيعشق إنسان أو بيحب إنسان بيحب أنه يقتدي به، فيجب علينا أن نحسن اختيار الشخصية التي سنحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن المرأة على دين خليله، فلينظر أن يبحث ويدقق أحدكم من يخالط، وفي رواية من يخالل. فالصدق إذن هو المعيار الأساسي والمحور الأساسي في اختيار القدوة الحسنة. جميل جدا. هنسمع ايه النهارده بقى من الانشاد الديني الرائع اللي انتم مجهزينه؟ طبعا هناخد الاول الاستاذ احمد. هو اول حاجه ده ابتهال لسه جديد، كلمات الشاعر الكبير محمد علي راشد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. صوت الوجود على النبي ينادي، صوت الوجود على النبي ينادي، ما مثل نورك في الورى الشمس من نور المقام ضياؤها ولروضتي
عين من يهوى الرسول بقلبه وصلاته في القلب طير شادي وبها النعيم وبها النعيم نعيش فيه بروحنا ونحس ذكر المصطفى كالزاد وجمال كل الكون بعد جمالها والعطر منها والعطر منها والعطر منها عطر ورد نادي صلى عليك الله تطوف شمس الكون أي بلادي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. جميل جدا يعني. وإحنا بنستمع كده لحضرتك يعني استوقفني سؤال، حضرتك لما بتيجي تقول الكلمات دي أو تقول الإنشاد الديني بتاخد تدريب أو وقت قد إيه؟ لا، لازم أتدرب الأول على الكلام الأول وعلى تشكيله وأتدرب على اللحن بتاعه. الموضوع يعني ممكن ياخد فترة، ممكن ياخد مثلا لو ابتهال جديد ممكن ياخد مثلا 3 ايام 4 ايام على الحفظ، ممكن ياخد اسبوع على حسب حضرتك تقدري تحفظي الابتهال وتقدري توصليه للمستمع ازاي. ده بيرجع للمبتهل نفسه او المنشد. اكيد. انا عشان ما اعطلش وقتنا الحقيقه كمان معانا استاذ احمد مصطفى وهو برضو محمد مصطفى عند حضرتك نفس الموهبه وهي الانشاد الديني ان شاء الله. عايزه اعرف حضرتك هتسمعنا ايه النهارده؟ ان شاء الله هنقول انشاد كده. الله الله على نور الله. اتفضل. ان شاء الله يعجبكم. لا جمال الا جمال طه، ولا حب الا حب طه، ولا الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، طه اللي في المعنى على حب جمعنا، طه اللي في المعنى على حب جمعنا، يلي انتو هنا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، زدنا وزودنا واخدينه من سيدنا، زدنا وزودنا واخدينه من سيدنا، سيدنا وبيسقنا على كل خلق الله. الله 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 على نور رسول الله،
شر رسول الله. جميل جدا جدا. ويمكن انتوا الاثنين الحقيقه لما اشتركتوا مع بعض كان اجمل برضو ده. عشان اريحهم المفروض فيها كروال اصلا عشان يقدر يطلع بال اكيد اكيد. في بعض الاناشيد الدينيه او الاتهامات الدينيه بتكون محتاجه ادوات صح كده؟ وفي البعض لا. انتوا بتفضلوا اي نوع؟ هو الاثنين كويس يعني. الاثنين يعني ممكن في اللي انا اقول حاجه لوحدي وفي حاجه اللي برضو اللي اقدر اشارك فيها تيم معايا او فرد اللي هو بطانه يعني عشان يقدر ان انا اوصل فيه الانشاد يعني. هو اللي بيوصل المعنى اكتر او اللي بيكون لو في حاجه فيها كوبليه يعني مثلا لو في انشاد فيه كل مثلا جزء لوحده كوبليهات كده فممكن نجزئه على بعض يعني. فدي بتمشي بتدي طبعا للمستمع شكل احلى يعني. اكيد انا حسيت ان هي احلى فعلا. طب انا عايزه اعرف يعني حضرتك اخذت وقت قد ايه عشان تتدرب على هذا على هذه الانشوده؟ والله هو مش فكره ان هي انت مش بتاخدي وقت عشان انشاد معين، بتاخدي وقت عشان عموما في المجال ذات نفسه كله بتقدري تقولي الانشوده دي او المقطع ده او الابتهال ده او الارتجال ده. فطبعا كل ده مع التدريب لازم تاخدي وقت طبعا. فطالما خدت وقتك في التدريب تقدر تقول اي انشوده، مش لازم انشوده معينه يعني. فعموما برضو السماع من المدارس برضو القديمه يعني اكيد بتفيد. طبعا الشيخ من محمد من احسن المدارس اللي سمعتوها اللي فعلا بتفيدكم كانت ايه؟ يعني انا بالنسبه لي كانت الشيخ محمد عمران. يعني الشيخ محمد عمران ده يعني ما شاء الله يعني حاجه كده اكيد. وحضرتك؟ لا كل التراث كله من اول شيخ طه الفاشني وشيخ ناصر بن طبار وشيخ محمد عمران. كل المدارس التراث القديم لازم من المبتدئ والمنشد يكون يرجع ليه. أكيد. عشان يقدر يكون شخصيه بعدين. اكيد. نرجع بقى لموضوعنا مع حضرتك يعني استاذ ابراهيم، وبنتكلم عن القدوه الحسنه. واكيد لو هنتكلم عن رسولنا يعني اكيد هنلاقي عليه الصلاه والسلام، هنلاقيه انه احسن حاجه ان احنا نقدر نحتذي بها كشباب او كامه اسلاميه كلها. للاسف الشديد بدانا نشوف السوشيال ميديا او زي ما بنقول بقت الشباب بتحب جدا تقعد على السوشيال ميديا، وده يمكن لهنا على حاجات كتيره جدا، مش بس ان احنا نكون ما عندناش، مش هقول ما عندناش قدوه، اكيد عندنا قدوه، لكن في بعض الاحيان بننسى حاجات كتير للاسف شوشت علينا شويه السوشيال ميديا. عايز اعرف من حضرتك ازاي نقدر نرجع مره تانية نقرا في قراءاتنا الدينيه العظيمه وناخد رسولنا مره تانية الحقيقه يعني يكون قدوه لينا كلنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا طبعا ان كل انسان في الحياه يحتاج الى قدوه يقتدي بها لكي يستفيد منها ومن تجاربها في حياته. فما يوجد على وجه الارض افضل واعظم من أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل قدوة في تاريخ البشرية في شتى الميادين، يعني مش في مجال لوحده لا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كل ميادين الحياة. فتجد في النبي صلى الله عليه وسلم القائد والقاضي والحاكم والمربي والأب والداعي، كل تفاصيل الحياة اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أفضل مثال نقدر نوجه الشباب ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع السوشيال ميديا هو سلاح ذو حدين. طبعا احنا محتاجين جدا السوشيال ميديا علشان نواكب التطورات العصرية، ولكن ده ما يأثرش علينا ولا على وقتنا ان احنا برضو نطالع الكتب وسير الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فده برضو بيرجع الى القدوات اللي في البيت، الاب والام لما ينتهزوا مثلا هذه المناسبات الطيبة زي مناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأوا يعودوا مع اطفالهم في البيت ويطالعوهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفوا عند بعض الجوانب العظيمة من حياته صلى الله عليه وسلم، هيجدوا أن النبي أفضل قدوة في تاريخ البشرية. أكيد. لو ذكرنا بعض النماذج أو الأمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتعامل مثلا مع الخدم. فنلاقي سيدنا أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. الله. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعامل مع النساء كان دائما يوصي بالنساء ويوصي صحابته رضي الله عنه بالنساء، فيقول استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصبيان الصغار، فنذكر مثال. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه الأقرع بن حابس التميمي، فدخل عليه الحسن بن علي رضي الله عنهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. فالأقرع بن حابس اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، عمره ما قبل واحد من أولاده. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. لما ننظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعامل مثلا مع كبار السن، نلاقي موقف كده لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في عام الفتح جاء أبو بكر بأبيه ورأسه تعمها الشيب، يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماسك أبوه وبيجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيب في رأسه، فقال في رحمة وفي يعني توقير لكبار السن: هل تركت الشيخ في داره حتى أنا آتي؟ مع أنه النبي والقائد. قال: هل تركت الشيخ في مكانه أو في داره حتى أنا آتي؟ فهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بل وصلت يعني قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المخطئ. رجل أعرابي دخل المسجد فبال في ركن في المسجد فتناوله الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه، وأوجد حل للمشكلة. وهريقوا على بوله سجلا، يعني إناء فيه ماء، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فنجد برضو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حتى مع الحيوان. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، مكان يعني كده أو زي متجر من حوائط الأنصار لرجل أنصاري، فوجد جملا. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، بكى الجمل. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة ومسح ظفراه، فسكت الجمل من لما استشعر حنية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى النبي: لمن هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تحمل عليه وتشق عليه. يا ريت الحقيقة يعني كلنا نحتذي بهذه الأخلاق الحميدة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فبكده تكون خلص حياتنا معاكم. بس إحنا هنختم يا ريت إحنا الاثنين نعمل، أنتوا الاثنين يعني تعملوا دواتو مع بعض لنبينا أو اللي أنتوا تختاروه يعني من إنشاد ديني، ونختم الحلقة بهذه الأنشودة الجميلة اللي هتقدمها لنا دلوقتي. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم إن شاء الله. بكرة أسرة جديدة وحلقة جديدة، وهنختم بهذا الابتهال الديني والنشيد الديني. تفضلوا. وأجمل منك لم ترى قط عينا، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.